كهرباء هتتحركوا لحد فين في الملف بتاعه؟ لحد النهاية. لحد النهاية مفيش امكانية لتقسيط الفلوس بتاعته، يعني هو عرض وانتوا رفضتوا. عرض تسويتين واحنا رفضناه. وانتوا رفضتوا يعني قول لي النهاية، يعني الست شهور الإيقاف اللي هو واخدهم. النهاية عنده هو مش عندنا. النهاية عنده، أنتم مستنيين الفلوس دلوقتي. مستنيين الفلوس تنفيذا لحكم المحكمة الرياضية الدولية اللي أيدت حكم الفيفا. مش قابلين فيه أي وساطة الموضوع؟ مش عنده والله يا إبراهيم. أمال إيه؟ مش عند. أكيد كهربا لما خد القرار ده هو كان عارف تبعاته. أكيد النادي البرتغالي اللي هو قفل بالمناسبة الرخصة بتاعته اتسحبت، ما بقاش موجود. وده دليل ان هو كان كوبري، ان هو ما كانش يعني ما فيش نادي هيبقى عنده مؤسسه قانونيه هيبقى واخد لعيب عارف انه عنده مشكله مع نادي هياخده بالسهوله دي. تمام. واكيد النادي الاهلي لما تعاقد مع كهربا وهو عارف ان هو كان عنده مشكله مع نادي الزمالك وان في نزاع قائم في الفيفا، اكيد لا لي حط بند في العقد بتاعه انه ما يتحملش اي حاجه شأن ما بين كهربا وما بين اللاعب. على فكره انا مش متداخل فيها، لكنك انا مش معني بالنسبه لي مين اللي يدفع. كهربا هيدفع، الاهلي هيدفع، هيجي حد من بره هيدفع، لكنك في النهايه بالنسبه لك الموضوع محسوب، هتاخد فلوسك هتاخد فلوسك. احنا نادي غني عندنا موارد، مش محتاجين ناخد فلوس بالتقسيط عشان نحل مشكله اللعيب هرب من عندي. احنا بالنسبه لنا العقوبه دي اهميتها معنويه مش ماديه، فاحنا عايزين العقوبه تتنفذ والفلوس تدفع علشان يبقى الجزاء تم.